الدرب اللي سي سي سانيس اللي جربي غدوة مباراة مهمة لسي سي سي لعودة لسكة انتصارات بعد التعادل الجولة الفاتحة. صحيح يظل لي مباراة مهمة في بنزرت، مباراة باش تكون مش مباراة سهلة. يظل لي اليوم فريق بنزرت فريق خرج من السلسلة نتاع النتائج السلبية، يحب يعمل رياكسيون قدام الجماهير نتاعو فوق ميدانه، باش نحاولوا نستغلوا الضغط هذا اللي باش يكون مسلط على الفريق المنافس ونحاولوا اللي نحن يولي ضغط ايجابي. ان شاء الله بحول الله معناتها حاضرين كيما يلزم وعاقلين العزم باش نكملوا في السلسلة نتاع النتائج الطيبة، وبحول الله ان شاء الله نرجعوا بالانتصار ان شاء الله. لازم باش نقولوا عديد الغيابات في السي اس اس، وسيم كمون التيجاني بلعب. ما هي الاسباب؟ هل هي فنيه تاديبيه؟ ولا صعبه تتسالى؟ بالنسبه لنا الاسباب فنيه، ثم شوف احنا الملاعبيه اللي ناخذوهم في كل مباراه ناخذوا الملاعبيه اللي جاهزين سواء في البلان معناتها فني ولا ذهني ولا نفسي. ساعات لاعب معناتها ما يكونش حاضر فنيا ولا ذهنيا، احنا نحاولوا ناخذوا الماكسيموم من الجوار لو بلو بري اكثر الحاضرين. هذوما سي تان شوا معناتها، واحنا عندنا ثقه في الناس الكل سواء في اللاعبين اللي قاعدوا في السياق سواء الموجودين، وبحول الله ان شاء الله باش تكون الفرصه للناس الكل واللي باش يكون حاضر فيه هو اللي باش يلعب. لازم مس تقول على عوده زياد دربال. اكيد زياد يظهر لي قيمه ثابته وان شاء الله يعطينا الاضافه، لاعب عنده خبره وبحول الله باش يعطينا الاضافه، وكما قلت لك عندنا ثقه في المجموعه نتاعنا الكل نتاع اللاعبين الكل ان شاء الله باش يكونوا حاضرين كيما يلزم.